فانا لو دخلت هنا مثلا في التليفون، رحت داخل اهو تليفون رايزر دايجرام، فاتح عندي الاوتوكاد. طبعا هنا انا ببدا اشوف اي رسمه اوتوكاد يا شباب، بيبقى هنا جايب لك كده اتجاه المبنى او شكل المبنى واتجاه الشمال اللي هو النورث، وبعد كده كاتب لك نوتس. النوتس دي بيحط فيها ملاحظات على النظام نفسه، وبعد كده بيبقى جايب لي الليجند. الليجند دي مهمه جدا، اللي هي بتوضح الرموز اللي مرسومه في الرسمه دي عباره عن ايه. فهنا كاتب لي في الليجند اف بي، حاجه بيسموها فلور بوكس، دي اللي بتتحط في الارض في المكاتب. يعني انت لو رحت اي مكتب تلاقي، تمام، او في الكليات عندنا تلاقي، تمام، في الارض او في الارضيه بتاعت المبنى حاطين حاجه بيسموها فلور بوكس. فلور بوكس، الفلور بوكس دي بتحتوي على ايه؟ احنا الفلور بوكس بتاعتنا هنا في المشروع كانت عباره عن اتنين سوكت باور اللي هي بنسميها باور اوتلت، اتنين باور اوتلت، وفي عندي واحده تليفون اوتلت، واحده خاصه بالتليفون وواحده خاصه بمين؟ بالداتا. دي عباره عن فلور بوكس، علبه جواها ايه العلبه دي؟ جواها اتنين باور اوتلت، وفيها واحده اوتلت خاصه بالتليفون وواحده اوتلت خاصه بالداتا، بحيث لو انا عندي جهاز كمبيوتر مثلا اوصل للجهاز واحده باور اوت، تمام، واوصل للشاشه واحده باور. في اجهزه طبعا دلوقتي الشاشه مع الكيسه نفسها فبتاخد باور واحد، فانا مدي لك اتنين باور. وبعد كده بتحتاج مني طرف للتليفون وطرف لمين؟ وطرف للبيانات للداتا عشان تشغل الكمبيوتر بالانترنت. يبقى انا محتاج واحد داتا اوتلت وواحد تليفون اوتلت، دي بيسموها فلور بوكس. طيب احنا هنا في مستشفى، تمام، المخططات دي مخططات مستشفى، فهتلاقي حاجه بيسموها بيد هيد يونت. البيد هيد يونت دي حاجه بتبقى موجوده على السرير بتاع المريض، فيها شويه افياش، بيبقى فيها فيش الكهرباء وفيش التليفون وبيبقى فيها نظام النيرس كول سيستم. فالمهم ان انت في عندك هنا عشان بتدرس التليفون، فانا حاطط هنا ان البيد هيد يونت، وحاطط ان فيها ايه جوه البيد هيد يونت نفسها، تمام، فيها تليفون اوتلت، فيها مخرج تليفون. بعد كده انا برمز بالرمز اللي هو المثلث الاصفر ده، لما تلاقيه في المخططات ده معناه ان هو تليفون اوتلت، ده مخرج تليفون. الرمز ده انت بتعمله براحتك، يعني انت بتحط اي رمز هنا وتكتب عليه تليفون اوتلت. طيب احنا لما درسنا انظمه التليفون خدنا ان والله بنجيب التليفون سيت، ومن بعد التليفون سيت بندخل على التليفون اوتلت، ومن بعد التليفون اوتلت بيطلع سلك بماسوره بيروح يتجمع كله في لوحه فرعيه، ومنها اللوحه مين؟ لوحه رئيسيه. فاحنا هنا بنقول والله هنسمي اللوحه الفرعيه بنسميها التليفون تيرمينال بوكس، تي تي بي، تليفون تيرمينال بوكس. هو بيبقى لازم كاتب لي الابريفيشنز، الاختصارات اللي موجوده داخل الرسم. فانا عندي اللوحه الفرعيه هسميها تليفون تيرمينال بوكس. طيب واللوحه الرئيسيه هسميها مين ديستريبيوشن فريم، ام دي اف. يبقى في عندي دي تي بي وفي عندي ام دي اف. طيب تعال نبدا نروح نبص على الرسمه. ادي كل الرسمه عندي، هتلاقيني عامل فريم كده من بره، تمام، ومقسم الفريم ده مستويات حسب عدد الادوار في المبنى. يعني انا عندي المبنى ده مثلا اهو، هبدا اقرب كده، ادي المستوى الاولاني مسمي كده جاي في اليسار كده، في الشمال هنا حاطط ليفل 0، وبعدين ليفل 1، ليفل 2، ليفل 3، 4، 5، 6، 7 والروف. يبقى حسب المبنى اللي عندك بتيجي في اليسار وتكتب الدور، ده الدور القبو مثلا، ده الدور الارضي، الدور الاول، الدور الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، تمام، والروف اللي هو السطح. يبقى انت بتحط خطوط، تمام، عشان توضح كل ليفل وتشوف كل دور جواه ايه. فانا لو جيت قربت كده اهو، ادي عندي اهو، عندي ليفل 0، عايز اشوف ادي المكونات بتاعته، ليفل 0، ليفل 1، ليفل 2، وهكذا. أول حاجة أنصحك تدور عليها داخل المخطط، شوف فين الوحدات الرئيسية الخاصة بالنظام. إحنا قلنا وشرحنا، تمام، قبل كده إن الوحدات الرئيسية الخاصة بأنظمة التليفونات اللي هو السنترال الداخلي اللي إحنا سميناه بابكس، برايفت أوتوماتيك إكستشينج، تمام،
اللي هو ايه؟ السنترال الداخلي. طيب وقلنا في نوع منه اسمه الكترونيك برايفت اوتوماتيك تمام اكسشينج اللي هو اي بي اكس اللي هو اي بابكس. طيب قلنا والله الاي بابكس ده انا ارمز له اهو برمز البوكس اللي انت شايفه هنا ونازل منه عاملين له عمليه تقريض. طيب التليفونات انا والله عندي هنا في كونسول بيستخدمه الاوبريتور ده مكان بيقدر يشتغل على الاوبريتور او المستخدم لهذا النظام يقدر يتعامل مع هذا السنترال الداخلي تمام. وبعد كده بروح تو اكزيستنج ام دي اف ات بيلدينج مش عارف كام ده والله لو انت بتربط مبنى بمبنى تمام. يعني افرض ان انا عندي مثلا 10 مباني وكل واحد احط فيه سنترال داخلي وعايز اخليهم كلهم في الاخر يتربطوا بسنترال رئيسي فباخد من السنترال الفرعي ده واقول تو اكزيستنج ام دي اف للوحه الرئيسيه اللي موجوده في مبنى كذا مثلا اللي فيها ايه التحكم الرئيسي. هنا كاتب لي 100 بير تليفون كيبل هاخد تليفون كابل هروح بيه لمين للمبنى الرئيسي ده باستخدام 100 زوج من كابل يحتوي على 100 زوج من الاسلاك تمام. واقدر اقول والله انا اقدر اروح باستخدام 2 في 12 فايبر اوبتيك كيبل ده الكابل اللي هيروح يربط طبعا من بابكس بيبقى فايبر اوبتيك كيبل. هنا زي ما شفنا في السلايدات بتاعت الشرح ان انا بغذي البابكس ده من باتري باك اب او من خلال بطاريات عشان اعمل عمليه استرجاع لو فصلت عندي الكهرباء. طيب انا بغذيه ازاي اصلا؟ في المشاريع الكبيره بنغذيه من باور سبلاي من خلال اليو بي اس تمام. وبربط طبعا المهندس اللي سال قبل كده بربط الانظمه دي بربطها بانظمه البي ام اس او بالبيلدنج مانجمنت سيستم في المبنى. يبقى انا عندي البابكس اهو ومدي له تغذيه بالبطاريات. طيب رابط البابكس بمين يا شباب؟ باللوحه الرئيسيه اللي هتغذي المشروع. وانا قلت لك عندي لوحات كبيره في المشروع ده مبنى مستشفى عندي هنا المين ديستريبيوشن فريم 1000 زوج من الاسلاك داخلين على اللوحه الرئيسيه بتاعتي طبعا هنا بيبقى الاسلاك اللي داخله هنا بتربط بين اللوحات الفرعيه واللوحات الرئيسيه بتبقى مالتي كور فايبر اوبتيك تمام تليفون كيبل مالتي كور يعني متعدد القلوب او الكورز تمام فايبر اوبتكس اللي هي الالياف الضوئيه تليفون كابلات تليفون من الفايبر اوبتكس متعدده القلوب تمام بيبقى داخله على اللوحه الرئيسيه اللي هتغذي كل المشروع. مهم جدا اول ما تدخل بقى في المشروع تعرف ده موجود في انهي ايه موجود اللوحه الرئيسيه والنظام السنترال الداخلي موجوده فين. كاتب لي تحت اهو الكتريكال مين لو كارنت روم ومديني رقم الغرفه واحد كذا 168 مثلا ده رقم الغرفه. طب دي موجوده فين؟ موجوده في ليفل 1 يبقى احنا قلنا والله ليفل مثلا 0 ده بيزمن تمام. بعد كده عند الارض مسميه ليفل 1 مثلا يبقى حسب عدد الادوار عندك في ليفل 1 انت هتلاقي غرفه اسمها مين لو كارنت روم ليها رقم كذا موجود فيها اللي هو نظام السنترال الداخلي واللوحه الرئيسيه. طيب